إذا أردت أن تعرف لماذا اختص الله سقطرى بكل هذا الجمال، فانظر إلى قلوب من تسكنهم ويسكنونها. شعب عاش على الفطرة ولا يزال يعيش عليها، شعب يحب الحياة وهي تحبه، يستحق الخير والكرامة ويستحق كذلك أن يفرح. للسنة السابعة على التوالي، ومن جنوب سقطرى أرض الغرائب والعجائب، أرض التاريخ وأسطورة دم الأخوين، تجري أحداث النسخة السابعة من مهرجان الشيخ زايد للتراث السقطري. أجواء المهرجان وفعالياتها الجماهيرية ومسابقات الجمهور والأجواء الاحتفالية البهيجة بتشوفوها في توثيق حصري على شاشة قناة الغد المشرق، بالإضافة إلى الكثير من الفقرات المتميزة اللي بتنفرد بنقلها ونعيشكم الجو كأنكم في قلب أرض موجد، موقع إقامة المهرجان السنوي الكبير. تاريخ عريق، تراث إنساني فريد، حضارة تركت موروثا لا يشبه أي موروث، حياة مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية مصحوبة بمسابقات وجوائز قيمة، كلها في أجواء كرنفالية بهيجة في جنوب جزيرة الأحلام والجمال. سقطرى الساحرة.